للمزيد مشاهدينا حول القرار الأممي بإنشاء آلية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ينضم إلينا دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، أرحب بحضرتك على شاشة التلفزيون المصري. يعني بعد طول مخاض أخيرا تم استصدار قرار أممي بإنشاء آلية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع. البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية يعني حمل علامات استفهام، بدأ مرحبا بالقرار إلا أنه يعني أثار نقطة خاصة بأنه البيان يعتبر أن هذه الآلية غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بوقف الفوري لإطلاق النار. كيف ترى هذه المقاربة؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. هو طبعا هذا القرار الأممي الصادر ولو أنه يعني لا يرضي الطموحات المتعلقة بالجانب الفلسطيني والجانب العربي، إلا أنه يمكن اعتباره خطوة على الطريق، وخصوصا أن كان في فترات سابقة ومنذ اندلاع الأزمة في غزة كان في عدة قرارات أو مشروعات لقرارات قدمت إلى مجلس الأمن ولكنها رفضت، لم يتم تمريرها نتيجة للفيتو الأمريكي. صحيح. إذن هذا القرار يعني الصادر عن مجلس الأمن مصر كان لها دور أيضا فيه، وأيضا دولة الإمارات العربية المتحدة. يمكن الشيء الإيجابي في هذا القرار أنه يتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والمطالبة أيضا بمصر تطالب بتعيين منسق أممي رفيع المستوى لتسهيل دخول المساعدات. إذن الأمر هنا في تقديري لا يرتبط فقط بإدخال المساعدات، وإنما أيضا من المهم إيقاف إطلاق النار، وإلا كيف تدخل المساعدات الإنسانية في ظل عدم توقف إطلاق النار وفي ظل الحرب الوحشية اللي بتشنها إسرائيل على قطاع غزة؟ هذا هو سؤالي تحديدا يعني دكتور إكرام. أما وإنه قد يعني تم التوافق حول آلية لإيصال المساعدات، كيف يتم يعني ما مدى نجاح هذه الآلية في الوصول إلى مبتغاها الذي تم التصويت عليه بالأساس في ظل يعني تحت غطاء الاعتداء الإسرائيلي الأعنف في التاريخ؟ يعني ده صحيح، ودي النقطة اللي أنا يعني كنت بأكد عليها، أن المساعدات الإنسانية لكي تصل بيسر وبسهولة ولكي يتحقق الهدف من هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن، فإن الأمر بيتطلب أيضا إيقاف إطلاق النار، وإلا كيف ستصل المساعدات الإنسانية؟ صحيح. وبالتالي إحنا ممكن نعتبرها خطوة على الطريق، خطوة قد لا يكتفى بها من وجهة النظر العربية والفلسطينية وأيضا ربما وجهة النظر الدولية، ولكنها كانت ضرورية إذا تم البناء عليها، وارتبط ذلك بالهدنة غير محددة الأجل، يعني إيقاف إطلاق النار الدائم. هل تم يعني النص في هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن بموعد لبداية هذه الآلية؟ يعني هو المطلوب في هذه الحالة، يعني أنا في رأيي أن الشيء الإيجابي هو يصدر القرار أصلا من مجلس الأمن. نعم. ثم هناك بقى النواحي الإجرائية المتعلقة ببداية التنفيذ، وهل يوجد منسق أممي لضمان التنفيذ أم لا، كل دي عوامل أيضا لها الأهمية. عظيم. أنا مرت فترة طويلة على العدوان الهمجي الإسرائيلي على غزة، وكان فيه الحقيقة نوع من التخاذل من جانب المجتمع الدولي، وده اللي بيخلينا نقول أن ما صدر يوم الجمعة أمس هو خطوة إيجابية على الطريق، ولكن قد لا يكتفى بها، وإنما هناك مزيد من الاحتياج إلى خطوات أخرى أكثر أهمية. عظيم. دكتور إكرام، مصر حذرت مرارا وتكرارا من توسع دائرة الصراع الإقليمي. اليوم تنقلت وكالات الأنباء عن استهداف سفينة تجارية تابعة لإسرائيل بمسيرة قبالة سواحل الهند. كيف ترى يعني هذا التصعيد في أعمال العنف التي ترتكب من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، يقابله تصعيد آخر ضد السفن التابعة لإسرائيل؟ ده فعلا حقيقة، وده اللي حذرت منه مصر وحذرت منه القيادة الحقيقة ومنذ بداية الأزمة، وكان التخوف
إذا لم يتم احتواء الموقف في غزة، إذا لم يتم إيقاف هذه الحرب الهمجية والوحشية في غزة، فإن ذلك يمكن أن يهدد بأن ينطلق هذا الصراع خارج أطرافه المباشرين. بقصد أطرافه المباشرين يعني إسرائيل والفلسطينيين. ولذلك شفنا في الفترات السابقة نوع من التصعيد في مجال في منطقة البحر الأحمر، شفنا أيضا أن هناك دعوة إلى حشد من جانب الولايات المتحدة، حشد جهود عديد من الدول لمواجهة هذه التداعيات في منطقة البحر الأحمر. إذا كل دي تداعيات وخطورتها أنها تهدد فعلا باشتعال الموقف سواء على مستوى إقليمي أو مستوى دولي، وده فعلا اللي حذرت منه مصر. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.